السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو. في حصة اليوم سننجز الفرض الأول للدورة الأولى في مادة اللغة العربية للمستوى الثالث من التعليم الابتدائي. يتعلق الأمر هنا بفروض المرحلة الأولى برسم السنة الدراسية 2022-2023. نبدأ بقراءة النص. أقرأ النص جيدا. في أحد أيام الشتاء القاسية دخلنا الفصل، فلفت انتباهنا غياب صديقنا سعيد، الصديق المتواضع المحبوب. قال الأستاذ: إن زميلكم سعيد لا يستطيع المجيء بسبب البرد الشديد وصعوبة التنقل، فهو فقير الحال، ويستحسن أن نتعاون لمساعدته حتى لا تفوته الدروس. وافق الجميع وساهم كل واحد منا على قدر المستطاع، وتعهد بعضنا بزيارته وتقديم العون له ومساعدته في استدراك وفهم الدروس التي تغيب عنها. بعد قراءة النص نمر لكي نجيب عن الأسئلة. السؤال الثاني يقول: أضع علامة أمام العنوان المناسب للنص. أول درس، هيا نتضامن، سعيد في المدرسة. إذا العنوان المناسب هو هيا نتضامن، سيتضامن التلاميذ والأستاذ لمساعدة صديقهم سعيد المتغيب عن الدراسة بسبب ظروفه وبسبب يعني الظروف القاسية لفصل الشتاء. السؤال الموالي: أصل كل كلمة بمرادفها المناسب. إذا لدينا كلمة ساهم، عاهد، لفت، ثم أثار، شارك، وعد. إذا ساهم هي شارك، ثم عاهد أي وعد، عاهد أي وعد، لفت أي أثار. نقول لفت انتباهي أي أثار انتباهي. ساهم الجميع أي شارك الجميع. عاهد الجميع بالمساعدة أي وعد الجميع بالمساعدة. نمر إلى السؤال الرابع. أكمل خريطة الكلمة وديع. نوعها اسم، مرادفها لطيف. إذا مرادفها لطيف، ثم ضدها قبيح. تركيبها في الجملة، إذا هذا الحمل وديع، هذا الحمل وديع. الحمل هو صغير النعجة والخروف، وديع نقطة. نمر الآن إلى السؤال الخامس. أجيب عما يلي. إذا ماذا اقترح الأستاذ على التلاميذ؟ إذا اقترح عليهم مساعدة سعيد لكي لا تفوته الدروس، والتضامن معه لكي يتخطى هذه الأزمة. إذا اقترح الأستاذ عليهم أو على التلاميذ، مساعدة زميلهم سعيد، والتضامن معه. إذن هذه الإجابة للسؤال الخامس. نمر الآن إلى مكون الإملاء ونبدأ بالسؤال الأول. أحذف الأقواس وأكتب. إذا عندنا كلمة بين قوسين سنكتبها يعني في مكانها المناسب وبالشكل المناسب. في مدرستنا مكتب للمدير وحجرات للدرس. نرجع هاد اللام، لاصق مع هاد اللام ونحيد الألف، للدرس. ثم وقاعة للإعلاميات، دائما تحذف الألف، للإعلاميات، ومكتبة للمطالعة. إذن نحذف الألف كذلك. ثم
وفضاء للرياضة. وفضاء للرياضة. إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الأول. نمر الآن إلى السؤال الثاني. أكمل بكتابة الألف المناسبة. إذن هنا بالنسبة للألف كتكون عندنا يا إما ألف ممدودة أو ألف مقصورة. إذن اقتنى، اقتنى غنديروا فيها ألف مقصورة. علاش؟ أول حاجة كنصرفوا الفعل، إذا عندنا اقتنى كنحولوه للمضارع. أشنو غيوقع؟ غادي يولي لنا يقتني، يقتني. إذا ولات لنا ياء بلاصت الألف. إذا الياء كيكون الأصل ديالها ألف مقصورة. بالنسبة للألف الممدودة كيكون ملي كنحولوا الفعل المضارع كيولي بلاصتو بلاصة الألف كيولي الواو. يعني ملي لقاو الواو في المضارع راه الألف الممدودة هي الأصل ديالها في الماضي. ملي لقاو الياء في المضارع يعني الألف المقصورة هي الأصل ديالها في الماضي. إذا هنا اقتنى رضا، بالنسبة لرضا فهو اسم غيكون في ألف مقصور ممدودة عفوا. حاسوبا جديدا. دنا، إذا دنا غنديرو نفس القضية، غادي نحولو للمضارع يدنو. دنا يدنو. ردوا البال، ولات لينا واو، إذا الأصل ديالها ألف ممدودة. إذا دنا الجرو من صديقته صوفيا. إذا صوفيا غتكون فيها ألف ممدودة. إذا عندنا اسم. ارتمى، غادي نحولوه للمضارع يرتمي. يرتمي، ولات لينا ياء، يعني الأصل ديالها ألف مقصورة. إذا ارتمى الحارس جهة الكرة. إذا وهكذا نكون قد أتممنا مكون أو تمارين متعلقة بمكون الإملاء. نلتقي إن شاء الله في الفيديو المقبل لإنجاز التطبيقات الكتابية، أنشطة التطبيقات الكتابية المستوى الثالث دائما. لذلك كونوا في الموعد. أتمنى لكم حظ موفق وإلى اللقاء.